كشف وتفكيك شبكه تنظيميه ضمن مخطط ارهابي يستهدف امن واستقرار مملكه البحرين تفاصيل المخطط واليات عمله والعناصر الارهابيه المتورطه به في اطار الجهود الراميه لحمايه امن ومصالح الوطن ومكتسباته نجح جهاز الأمن الوطني يوم الثالث عشر من أغسطس لعام 2010 في تفكيك شبكة تنظيمية سرية وإحباط مخططها الإرهابي التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والإساءة للنسيج الاجتماعي بكل موروثاته الحضارية والعمل على ديمومة العنف واستهداف الأبرياء. وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. وتتألف هذه الشبكة من عناصر في الداخل والخارج قامت بالتحريض على ممارسة الاعمال الارهابية والحض على التخريب والاتلاف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين قولا وفعلا وذلك ضمن مشروع ارهابي وتخريبي منظم ومخطط عبر عدة محاور تتكامل فيما بينها وذلك على النحو التالي: المحور الاول القيام بعقد لقاءات تنظيميه سريه في الداخل والخارج بمعرفه قيادات الشبكه التي تنتمي لحركات وتيارات غير مرخصه وغير مشروعه خارجه عن القانون للاعداد والتنسيق لتوزيع الادوار والمهام واليات العمل ومصادر التمويل وتحديد الاهداف المرحليه وصولا الى العمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعه المحور الثاني بث الدعايات والاخبار الكاذبه في الداخل من خلال الخطب التحريضيه في بعض دور العباده التي تم استغلالها دون وجه حق وتوظيف الخطاب الديني وكذلك النشرات والبيانات وغيرها بغرض اثاره الشارع والخروج على النظام العام ونشر الفوضى عبر القيام باعمال الارهاب والشغب والتخريب ولم يكتف المتهمون بهذه الافعال والممارسات المحرمة شرعا والمجرمة قانونا، وانما قاموا ايضا بالتغرير ترغيبا وترهيبا بالشباب وصغار السن لارتكاب الجرائم الارهابيه والتخريبيه تحت دعاوى باطله بهدف تفريخ العنف ونشر ثقافه في المجتمع من غير رادع اخلاقي او انساني. المحور الثالث توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج، وتحت غطاءات متنوعة سواء الواردة من تبرعات رجال أعمال وتجار، أما المتحصلة من أموال الخمس للإنفاق والصرف على تنفيذ مخططات الشبكة وأغراضها الإرهابية، ومنها: نفقات السفارات الخارجية لعدد من القيادات، وتدبير الأدوات والمواد المستخدمة في التخريب، فضلاً عن تخصيص مبالغ مالية للعناصر التي تقوم بتنفيذ تلك الجرائم المدانة. المحور الرابع: القيام بتشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة بمملكة البحرين، تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من قيادات الشبكة، وتعمل تحت إمرتهم، ويتم إمدادها بالأموال اللازمة بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية بصفة يومية وبخطة منظمة ومحكمة كل حسب منطقته المحددة سلفا. المحور الخامس الاتصال بجهات وأحزاب خارجية في محاولة للاستقواء بها والحصول على دعم ومساندة تنظيمية ولوجستية لمساندة الشبكة في تنفيذ اهدافها غير المشروعه الا ان معظم تلك الجهات رفضت التعامل معها. المحور السادس قام كل من المدعوين سعيد الشهابي وجعفر الحسابي واخرون وهما من القائمين على ما يسمى حركه احرار البحرين الاسلاميه ومقرها لندن وتدعو صراحه الى اسقاط وتغيير نظام الحكم بالقوه. واي وسيلة اخرى والتحريض على الكراهية والقيام باعمال الارهاب والتخريب بالتنسيق مع قيادات الشبكة في الداخل لتنفيذ تلك الاعمال المشينة والحض عليها. المحور السابع اجراء الاتصالات بمنظمات وهيئات خارجية وإمدادها بمعلومات مغلوطة وكاذبة، وبيانات وتقارير غير صحيحة ومزيفة عن واقع الأوضاع في مملكة البحرين، بغرض الإساءة والتأثير على نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية. إن الشبكة التنظيمية التي تم كشف مخططها وضبط عدد من عناصرها، توفرت بها جميع أركان الجريمة الإرهابية، تنظيما وتحريضا وتمويلا وتنفيذا ووفقا للقانون البحريني رقم 58 لعام 2006 بشان حمايه المجتمع من الاعمال الارهابيه فان الارهاب هو اي استخدام للقوه او التهديد باستخدامها او اي وسيله اخرى غير مشروعه تشكل جريمه معاقب عليها قانونا يلجا اليها الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي بغرض الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامه المملكه وامنها للخطر او الاضرار بالوحده الوطنيه او امن المجتمع الدولي اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئه او الصحه العامه او الاقتصاد الوطني او المرافق او المنشات او الممتلكات العامه او الاستيلاء عليها وعرقله ادائها لعملها او منع وعرقله السلطات العامه او دور العباده او معاهد العلم عن ممارسه اعمالها وفي وطن يتسع للجميع وينعم بمناخ الحريه والديمقراطيه وحريه التعبير واحترام كافه الاراء ابى هؤلاء من الخارجين على القانون الا ان يسيروا عكس اتجاه الاصلاح ومسيره الديمقراطيه وكان خيارهم هو الارهاب والتخريب والعنف والاساءه ان الاجهزه الامنيه التي تتشرف بحمل رسالتها الساميه واداء واجبها المقدس ستبقى العين الساهره لامن الوطن والمواطن وسياجه المنيع وحمايه مسيرته ومنجزاته ضد كل عمل ارهابي واجرامي وسوف تستمر في تعقب قوى الشر والارهاب والتخريب حسب الصلاحيات المخوله لها قانونا من اجل حفظ السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي وحقوق المواطنه ومسيره الديمقراطيه وحقوق الانسان بقوه القانون باعتباره الفيصل والحكم والمرجع في دوله المؤسسات التي تعززت اركانها ودعائمها بفضل المشروع الاصلاحي الوطني الشامل لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ان مملكه البحرين كانت وستبقى دائما بلدا آمنا مستقرا ومجتمعا لا يعرف للفرقة والكراهية سبيلا وكل من تسول له نفسه الإساءة لهذا الوطن ومكتسباته بأي وسيلة كانت والعبث بمقدراته وأمنه واستقراره سوف يجد التدابير والإجراءات الكفيلة بردعه بكل حزب وسيلقى الجزاء الذي يستحقه ولن يكون في مأمن اينما كان من يد القانون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم تفاصيل المخطط الارهابي واليات عمله والعناصر المتورطه به ارتكب المتهمون من قيادات الشبكه الجرائم الارهابيه التاليه تاسيس واداره جماعه على خلاف احكام القانون بغرض تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامه من ممارسه اعمالها وكان الارهاب وسيلتهم لتنفيذ تلك الاغراض اسس المتهمون جماعه ترمي الى قلب نظام الحكم وتغيير النظام الاساسي والاجتماعي للدوله والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعه هي اعمال الحرق والتخريب والاتلاف. قام المتهمون بجمع الاموال لتمويل ودعم نشاط تلك الجماعه. اذاعة دعايات مثيره واخبار كاذبه لتحقيق اغراض واهداف تلك الجماعه والتي كان من شانها اضطراب الامن العام والحاق الضرر بالمصلحه العامه للبلاد. التحريض على القيام بأعمال الشغب والتجمهر في الأماكن العامة لارتكاب جرائم الحرق والإتلاف ومقاومة السلطات. التحريض من خلال الخطب في الأماكن العامة والمقالات عبر المواقع الإلكترونية على كراهية نظام الحكم.